بعد 3 سنوات من عمل شركة تريفي الإيطالية في سد الموصل وقيامها بأعمال التحشية طوال تلك الفترة، ها هي اليوم تستعد لتسليمه بالكامل إلى وزارة الموارد المائية في حفل حضره السفير الأمريكي والإيطالي ووزير الموارد المائية العراقي، الذي أكد على ما يحمله السد من موارد فاقت ما تم صرفه طوال السنوات الماضية لتكاليف العقود من تلك الشركات. اليوم هو يوم رمزي للاحتفال بإنجاز الأعمال الأساسية في سد الموصل، وخاصة ما يتعلق بتحشية أسس سد الموصل. أهم شيء اليوم يعني هسه ما بي من مياه، ما يحوي المخزن السد من مياه يعني غطى كل المصاريف اللي صرفت عليه بأضعاف كقيمة اقتصادية للبلد. الحكومة الأمريكية وعلى لسان سفيرها أكد تخصيص 120 مليون دولار لتأمين احتياجات الفيلق الأمريكي العامل هناك وإبعاد الخطر عن سد الموصل بناء على طلب للحكومة العراقية، مؤكدا أن أعمال التحشية بلغت ما يقارب 60 مسبحا أولمبي ومشاركة 200 آلية متطورة. بعد الخطر على سد الموصل وبطلب من الحكومة العراقية، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 120 مليون دولار للفيلق الهندسي الأمريكي في العراق للعمل داخل سد الموصل كمستشارين وفنيين. الكوادر الفنية العراقية التي تلقت تدريبات مكثفة طوال السنوات الماضية والتي قامت بها الشركة الإيطالية تضمنت تدريب الكوادر العراقية على أجهزة جديدة تختلف عن ما عملت به الكوادر العراقية منذ عام 1986 ولحين احتلال تنظيم داعش. كل وجبة 12 ساعة حفر وتحشية مستمرة بطرق فنية وهندسية جيدة جدا. المعدات الموجودة هنا هي جهزتنا بها شركة تريفي الإيطالية، جهزتنا بالمعدات الحفارات ومعدات الأجهزة والتحشية اللي احنا باشرنا بها، ما عدا الأمور الفنية التقنية هم هنا جهزونا بها هنا عارفين. ويأتي تسليم سد الموصل للفريق الهندسي العراقي بعد التأكد من سلامة جسم السد والذي طالما شكل خطرا حول انهياره بحسب تقارير دولية. من سد الموصل قاسم الزيدي، التغيير.